السلام عليكم. بعد ما شرحنا أسباب استخدام الـ Digital Modulations في المحاضرات السابقة، وصلنا إلى الأسباب اللي تدفعنا إلى استخدام الـ Analog Modulation. يعني ربما الكثير من الأخوة يسألون أنه إذا كانت الـ Digital أسرع، وإذا كانت الـ Digital هي أكثر حداثة وأفضل، ما هي الفائدة من استخدام الـ Analog Modulation؟ ولماذا لحد الآن هناك AM و FM و PM نسمع بها، يعني وموجودة يعني لحد الآن في الراديوهات، يعني موجود الـ FM يعني تنبثه في كل أنحاء العالم؟ السبب أنه بعض الأحيان نستخدم المودوليشن للديجيتال سيجنالز عندما تكون هناك فقط، يعني إذا استخدمنا الديجيتال سيجنالز، إذا كانت الإشارة أصلا هي رقمية وكان لدينا فقط أنالوج ترانسميشن فاسيلتيز، يعني كانت لدينا فقط أجهزة للإرسال التناظري فقط هي المتوفرة، بهذه الحالة فديجيتال تو أنالوج كونفرشن إز ريكوايرد. بهذه الحالة نحتاج أنه نقوم بتحويل الإشارة حتى وإن كانت هي رقمية في البداية، نحولها إلى تناظرية، بعد ذلك نقوم بعملية المودوليشن لها. بعض الاحيان ايضا نستخدم المودوليشن للانالوج سيجنالز مباشره، يعني اذا كانت الاشاره الاصليه هي انالوج فراح يكون عندنا يعني يعني عمل تضمين تناظري لها مباشره، يعني راح يكون يعني افضل بكثير وارخص بكثير واسرع بكثير من تحويلها الى ديجيتال ثم عمل الديجيتال مودوليشن لها. هنا ايضا نلاحظ بانه higher frequency may be needed for effective transmission، يعني اذا ردنا نحولها من اشاره تناظريه الى اشاره رقميه ثم بعد ذلك نقوم بعمل المودوليشن لها، راح نحتاج إلى تردد كبير جدا أكبر بكثير من اللي موجود حاليا لكي نحصل على effective transmission، وبالتالي تحويلها من analog signal إلى مباشرة نستخدم الـ analog modulation يكون أسهل بكثير. كذلك الـ modulation permits frequency division multiplexing، هذا الـ FDM يعني الـ modulation إذا كان تناظري راح يسمح لنا باستخدام ما يسمى بالـ frequency division multiplexing، وهذه راح نتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل. البيسك انكودنج تكنيكس، التقنيات التشفير يعني الاساسيه اللي موجوده يعني واللي هي تعتبر الاقدم يعني بالنسبه للانالوج داتا لتحويلها الى انالوج سيجنال، نستخدم الامبليتيود مودوليشن اللي هو تضمين القيمه يعني او المقدار، هو الانجل مودوليشن اللي هو تضمين الزاويه، وايضا هذه القسم الى نوعين اللي هو الفريكوانسي مودوليشن والفيز مودوليشن، تضمين الترددي والتضمين الطوري اللي هو يعتمد على تغيير الزاويه. كلاهما طبعا يعتمد على تغيير الزاويه، ولكن راح نلاحظ الفرق بين الفريكونسي والفيز بعد قليل. بالنسبه للامبليتيود مودوليشن لاحظ بانه الاشاره اللي راح يتم ارسالها هي عباره عن 1 زائد ان اي اكس اوف تي، الاكس اوف تي هاي هي يعني الانالوج داتا الاصليه مضروبه في كوساين 2 باي اف سي تي، الكوساين 2 باي اف سي تي هذا هو الكارير فريكونسي اللي هو تردد الاشاره الحامله، الاكس اوف تي هي الانبوت سيجنال الاشاره الاصليه، والان اي هو المودوليشن اندكس اللي هو يعني فهرس التضمين، واللي هو ايضا عباره عن قيمه مقدارها هو الريشيو اللي هو النسبه ما بين الامبليتيود اللي هو مقدار الاشاره الى مقدار الكارير، ويمكن ايضا حسابه ببساطه بمعرفه الامبليتيود الخاص بالانبوت سيجنال والامبليتيود الخاص بالكارير. اي كي اي اولسو نون از يعني ايضا له اسم ثاني يسمونه دبل سايد باند ترانسميشن كارير دي اس بي تي سي. ليش سميناه دبل سايد باند؟ راح نشوفها بعد شوي. هنا نلاحظ انه عندنا اذا كانت هذه الاشاره اللي هي الانبوت سيجنال اللي نحاول انه نقوم بارسالها، راح اذا اردنا ان نرسلها لوحدها طبعا لانه ترددها قليل راح يعني ترسل الى مسافه قليله وتنتهي، لذلك نحتاج الى ما يسمى بالكارير فريكونسي اللي هو التردد الحامل واللي هو يكون تردد اكبر بكثير من تردد الاشاره، فراح نجمعهم سويه يعني نقوم يعني بضربهم باستخدام هذه المعادله، يعني هذه الاكس اوف تي وهذا هو الكارير فريكونسي اللي هو عباره عن اشاره كوساين، راح نجمعهم سويه فراح يكون عندنا الاوتبوت هذا هو. لاحظ بانه الامبليتيود هنا يتغير بالاعتماد على الامبليتيود للاشاره الاصليه، يعني اذا كانت الاشاره هنا صغيره جدا لاحظ بانه الامبليتيود قليل، هنا عندما تكون اشاره كبيره لاحظ انه الامبليتيود اكبر وهكذا، فهنا عندنا يعني الاشاره الناتجه النهائيه الاوتبوت راح تعتمد الامبليتيود فقط فيها هو الذي يتغير بالاعتماد على الانبوت سيجنال، ولذلك سميناه امبليتيود مودوليشن يعني هو تضمين القيمة. نلاحظ هنا عندنا مثلا السبيكترم اوف مودوليتنج سيجنال، هذا هو الطيف الترددي الخاص بالاشارة التي نريد تضمينها، يعني هنا هو راح يكون عندنا السبيكترم اوف اي ام سيجنال وذ ذا كارير فريكونسي ات اف سي، اف سي اللي هو هذا الكارير فريكونسي اللي هو يعتبر سنتر فريكونسي. لاحظ بانه الاشارة الاصلية كان هذا شكلها، هنا الاشارة الاصلية صارت عندنا دبل سايد باند، يعني اكو عندنا الابر سايد باند اللي هو الجانب الاعلى واللور سايد باند، يعني عندنا جانبين اصبح للاشاره وهذا اهل ولذلك سميناها دبل سايد باند. هنا طبعا ديسكريت كارير تيرم هذا هو اللي هو السنتر فريكونسي على جانبيه، هنا تلاحظ بانه اكو عندنا السنتر فريكونسي زائد بي
البي اللي هو الباندويث اللي تحدثنا عنه قبل قليل، واللي ذكرنا بأنه هو الـ F2 ناقص الـ FC أو الـ FC ناقص الـ F1. واضحة الفكرة؟ بالنسبة للـ Amplitude Modulation أيضا، إذا أردنا يعني نعرف الـ Transmitted Power، Power هنا راح تكون الـ PT اللي هي الـ Total Transmitted Power، راح تعتمد على الـ Transmitted Power and the Carrier، اللي هي الـ Transmitted Power and the Carrier زائد واحد مضروبة في واحد زائد N أي تربيع مقسومة على اثنين، والآن أي تربيع هذه مثل ما ذكرنا هي المودوليشن ريشيو قبل قليل. بالنسبة للسنجل سايد باند، هو يعتبر هذا تعديل بسيط على الامبليتيود مودوليشن، بحيث أنه نستخدم به فقط only one side band. يعني هنا ذات لاحظ قبل قليل كان أكو عندنا upper side band و lower side band، يعني اتجاهين للإشارة. فبالنسبة للسنجل سايد باند يقوم بإرسال واحد منهم فقط، أما الأبر أو اللور. طبعا وبالتالي راح يقوم بإهمال أو إلغاء الأذر سايد باند والكارير، يعني كلاهما يتم إلغاؤهما. فوائد هذا النوع من التضمين أنه راح فقط only half of the bandwidth is required. هنا راح نحتاج أنه نصف الباندويث الأصلي راح نحتاجه، وبالتالي راح نستطيع إرسال بيانات أكثر، لأنه راح يعني يكون هذا بـ more bandwidth efficiency، يعني كفاءة استخدام لعرض النطاق أكثر من اللي موجود بالنسبة للـ AM وحدها. وكذلك less power is required، يعني راح نحتاج إرسال البيانات بطاقة أقل، وبالتالي هذا راح يقلل لنا استهلاك الطاقة عند الإرسال. الـ disadvantage، السلبيات لهذا النوع من التضمين، أنه suppresses the carrier cannot be used for synchronization purposes. عادة نحن الكارير نقوم بإرساله مع الإشارة لكي يستخدم لعملية السينكرونيزيشن اللي هي المزامنة بين المرسل والمستقبل. يعني نحن نعرف أنه حتى وإن كانت الإشارات يتم إرسالها لاسلكيا باستخدام الموجات الإلكترومغناطيسية اللي هي تسير بسرعة الضوء، إلا أنه مع ذلك هناك أكو فرق زمني تستغرقه الإشارة للانتقال من الترانسميتر إلى الريسيفر. عندما نقوم بإرسال الكارير مع الإشارة يعني المضمنة من الترانسميتر إلى الريسيفر، راح يتم استخدامه يعني واستخدام التايم ستامب الخاص به لعملية السينكرونيزيشن لمعرفة الفرق الزمني بين الإرسال والاستقبال في طرف المستقبل. إذا قمنا بسبرس أو إليمينيت الكارير باستخدام هذه الطريقة، فما راح نستطيع استخدامه للسينكرونيزيشن، وبالتالي راح يبقى الريسيفر يخمن زمن إرسال الرسالة بس ما يعرف بالضبط شو وقت تم إرسالها. الأذر variants يعني التغييرات الأخرى اللي ممكن اللي ظهرت يعني على الـ AM، اللي هو double sideband suppressed carrier DSBSC، واللي هو مثل من واضح من اسمه أنه راح يقوم بإرسال كلاهما الـ sidebands، ولكنه راح يقوم بإلغاء الكارير، راح يقوم بعملية فلتر، يعني فقط يرشح الكارير frequency ويقوم بإرسال الـ both sidebands يعني كلا طرفي الإشارة. الـ vestigial sideband VSB يقوم فقط uses one sideband and reduces the power carrier، أيضا يقوم بإرسال sideband واحد فقط، ولكن لا يقوم بإلغاء الكارير كله، هو إنما يقوم بتقليل الباور الخاص به. وبالتالي أيضا هنا حصلنا على الأدفانتجز اللي هي تقليل القدرة المرسلة وحذف السايد باند الثاني، وبنفس الوقت أرسلنا الكارير وإن كان بطاقة أقل، وبالتالي حصلنا عملية السينكرونيزيشن في الطرف الآخر. فبالتالي هذا راح يحصل الأدفانتجز مال كل نوعين وما بي ديسأدفانتجز هاي الطريقة. بالنسبة للانجل مودوليشن اللي هو النوع الثاني من أنواع الأنالوج مودوليشن، التضمين التناظري، هذا يستخدم الزوايا لتضمين الإشارة الأصلية. أيضا لاحظ أنه الـ SOFT الإشارة التي يتم إرسالها هي الـ AC اللي هو الـ Amplitude مضروبا في كوساين الـ 2 by FCT زائدا Phi of T. Phi of T هذا هنا هو الطور الخاص بالإشارة الأصلية. أيضا أكو بي نوعين اللي هو الـ Phase Modulation والـ Frequency Modulation. الـ Phase Modulation، الـ Phase هنا راح يكون عندنا اللي هو الطور is proportional to the modulating signal. هنا طور الإشارة راح يكون متناسبا مع الإشارة الأصلية، بحيث أنه phi of t يساوي لنا np m of t، والnp هو الphase modulation index اللي هو فهرس تضمين الطور. بالنسبة للfrequency modulation، هنا أنا مشتقة الطور ستكون متناسبة مع الإشارة الأصلية، يعني هنا نلاحظ بأنه الطور مباشرة هو يتناسب مع الإشارة الأصلية. هنا أنا مشتقة الطور اللي هي theta dash of t، theta dash of t هي مشتقة theta dash، هنا يعني مشتقة يعني اللي هي derivation الاشتقاق العادي اللي نعرفه. أيضا راح يكون عندنا NF M of T، والNF هنا أيضا Frequency Modulation Index اللي هو فهرس التضمين الترددي. هنا لكي نقوم بتقييم يعني Angle Modulation ومقارنة مع Amplitude Modulation، مقارنة مع Amplitude Modulation فإن Frequency Modulation والPhase Modulation تنتج Signal whose bandwidth يعني الإشارة الناتجة من FM والPM أيضا هي تكون Centered at FC، يكون Centerها هو Center Frequency، ولكنها الماجنيتيود يكون مختلفا تماما عن الاي ام، لانه مثل ما ذكرنا الاي ام يقوم بتغيير الامبليتيود بالاعتماد على الاشاره الاصليه،
بالنسبة للاف ام والبي ام راح يكون الامبليتود ثابت، اللي يتغير عندنا هو فقط الكوساين فاي اوف تي، اللي هو راح يتغير عندنا فقط هو الانجل او الفيز الخاص بالاشارة المرسلة، وبالتالي راح ينتج عندنا وايد الرينج اوف فريكونسيز، راح يكون عندنا يعني حيز كبير من الترددات في الاشارة المرسلة، ولذلك فان الاف ام والبي ام تحتاج الى باندويث اكبر من الاي ام، لانه الاي ام راح يحقق لنا كفاءة اكثر بالنسبة للباندويث، ولكنه بنفس الوقت راح يكون عدد الاشارات المرسلة في الوقت الواحد اقل بقليل، اقل بكثير من اللي يعني الدايفرسيتي اللي توفر لناها الاف ام والبي ام. ايضا بالنسبه للانجل مودوليشن نستطيع حساب الباندويث الخاص بها باستخدام الكارسونز رول، اللي هي الباندويث راح يكون عندنا 2 في البيتا زائد 1 مضروبا في البي. البيتا هنا راح تكون عندنا هي ايضا ان بي اي ام بالنسبه للفيز مودوليشن، وراح تساوي لنا دلتا اف على بي، واللي هي ايضا تساوي لنا ان اف اي ام على 2 باي بي بالنسبه للفريكوانسي مودوليشن. والفورمولا بالنسبه للاف ام راح تكون عندنا الباندويث راح تكون عندنا عباره عن 2 دلتا اف زائد 2 بي، هذا هو الباندويث الاشاره المرسله. الدرس القادم ان شاء الله راح نبدا نتحدث به على الانكودنج تكنيكس، اللي هي الانالوج ديجيتال تو ديجيتال سيجنال، يعني اذا كانت عندنا البيانات تناظريه وردنا نحولها الى اشاره رقميه. ايضا راح نستخدم البلس كود مودوليشن والدلتا مودوليشن، فهذا ان شاء الله راح نتحدث عنه في المحاضره القادمه. خليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامه.